أهلا بكم. البداية إذن من القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث ترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى هذا الدرس بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ أبو بكر الزبير مبوانا مفتي تنزانيا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع رمزية إمارة المؤمنين وحضورها في الفكر الديني لدى علماء شرق إفريقيا تنزانيا نموذجا، وذلك انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في ختام هذا الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين الملك محمد السادس كل من الأساتذة رئيس جمعية نهضة العلماء بأندونيسيا وكبير الباحثين الأول بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ورئيس اتحاد المساجد بفرنسا وعبد العزيز القروي من علماء ليبيا، ورئيس جامعة فطاني بتايلاند، ورئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا، ورئيس الجالية المسلمة بتيمور، ورؤساء فروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بليبيريا والكاميرون وجمهورية البنين. شرق إفريقيا تنزانيا نموذجاً.